ينضم إلينا هاتفيا الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية. أهلا بك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب وأهلنا في محافظات مصر كلها طيبين وخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. أشكرك. يعني غرفة عمليات الوزارة كمان قائمة منذ فترة، وتدخل أيضا مرحلة كمان يمكن لصيقة مع أول أيام شهر رمضان لمتابعة طبعا أوضاع الموقف السلعي في كل المحافظات. لو حضرتك تطمنا مع أول أيام رمضان السوق حالته عاملة إزاي ومدى توفر السلع، وهل بنلاحظ كمان دخول لشهر رمضان يعني بتخفيضات على مستويات مختلفة؟ هو بالفعل يا فندم النهاردة في تواصل معالي الوزير مع السادة المحافظين اليوم عن كمان بدأ قيام حضراتهم والأجهزة التنفيذية بالمحافظات المصرية بتجديد عملية الرقابة والمتابعة. كذلك الأمر على محور ثاني مهم جدا هو تقديم كل يعني الدعم والتيسيرات والتسهيلات اللازمة لأهلنا المواطنين الراغبين في إقامة كمان موائد الرحمن، وده للتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجا. وأشاد السيد الوزير بالدور المجتمعي لبعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في القرى والمدن بالمحافظات واللي بتقوم بمساندة المواطنين للتخفيف عنهم خلال الشهر الفضيل، وكذلك الأمر مساندة الحكومة في تقديم كل الدعم للأسر الأكثر احتياجا وتوزيع المساعدات عليهم خلال هذا الشهر. ده شق. الشق الثاني مهم جدا وهو تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بتوافر السلع في الأسواق. وزي ما حضرتك تكرمت بالفعل غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية في ربط دائم مع غرف الأزمات والعمليات على مستوى المحافظات المصرية وللتأكد من استمرار حملات الرقابة على الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري، وده بالتنسيق ما بين مباحث التموين والطب البيطري ومديريات الصحة في المحافظات المصرية لضمان عدم تخزين أي سلع أو احتكارها، كذلك مواجهة أي ظواهر سلبية والتأكد بالفعل بالالتزام بالضوابط الخاصة بالأسعار وعدم استغلال أهلنا في المحافظات المصرية. كذلك الأمر التأكيد على التوافر يعني مخزون استراتيجي بالنسبة للسلع والمنتجات الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان، خاصة بعض السلع ذات الاحتياج اليومي للبيت المصري زي الدقيق والسكر والزيت والمكرونة والرز وغيرها. بالإضافة إلى هذا وذاك طبعا يعني الدور اللي بتقوم به وزارة التنمية المحلية من تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح المبادرات الشبابية اللي بتعمل في مجال توفير السلع الغذائية لأهلنا في المحافظات المصرية بأسعار مناسبة للتخفيف عن الأسر البسيطة، وخاصة يعني في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا. احنا أول أمس أطلقنا في الوزارة مبادرة سند الخير واللي بتتضمن 100 سيارة نصف نقل محملة ب 37 سلعة يعني من ذات احتياج للبيت المصري، ودي على مستوى 15 محافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمناسبة الشهر الكريم. كذلك الأمر طبعا كما حضرتك تعلم أن احنا يعني مع الوزير يعني بالنسبة لمبادرة صوتك مسموع لتلقي المقترحات والشكاوى من أهلنا في المحافظات المصرية سواء على صفحتنا على الفيسبوك صوتك مسموع أو على مستوى الخط الساخن 15330 أو كمان على مستوى البريد الإلكتروني كآلية info@mlg.gov.eg. جميل ان احنا نختم مع حضرتك برضو بطبعا الروابط اللي حضرتك قلتها وارقام التليفون عشان كمان اللي حابب يتواصل مع حضرتك. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية، بنشكرك شكرا جزيلا.